كابتن خالد ليك دور مهم جدا مع 2001، فريق بطل دايما بتسنده، دايما بتدعمه، دايما موجود معاه كمان في المباريات، ودايما بيتكلم الولاد في معنويات ايجابيه. بس طبعا يعني احنا بنعمل كده مع كل الفرق، بس يعني انا السنه اللي فاتت كنت اتفرجت على فرقه 2001 قبل ما امسك قطاع ناشئين. كنت تابعت فرقه 2001 كتير، يعني كنت اتفرجت عليها كتير، فكنت حافظهم قبل ما امسك قطاع قوي يعني. يعني كنت عارفهم بالاسم. واول شغلي كان اللعيبه اللي رايحه المنتخب مع كابتن ربيع سين، فقعدت معاهم وعملت اجتماع، سمعتهم واتكلمت معاهم، فحسيت ان انا محتاج ان انا اقرب منهم كتير، وحسيت ان هم محتاجين ان احنا نتكلم معاهم. هم كانوا ماشيين كويس قوي طول عمرهم بياخدوا البطوله. السنه اللي فاتت حصل دروب وكانوا بعيد شويه عن البطوله، كان في اصابات كتير وحصل حاجات كتيره قوي، فكانوا بعيد عن البطوله. فكان كنت محتاج ان انا يعني ان انا ابقى سبورت ليهم اكتر، ان انا اتكلم معاهم اكتر. حسيت ان هم قريبين مني بشكل كبير جدا، عشان انا كنت اتفرجت عليهم كتير. وكان كل الكلام في النادي ان فرقه 2001 فيها عناصر كتيره قوي ومميزه ان هي هتفيد النادي، فعشان كده كنا بنتفرج عليهم كتير. طبعا على فكره 99 فيها لعيبه مميزه كتير جدا، وهتشوفوهم في الفتره الجايه بيمثلوا النادي بشكل محترم يعني. بس انا كان فرقه 2001 زي ما بقول لك كده، انا كنت اتفرج عليهم كتير السنه اللي فاتت، فعشان كده كنت قريب منهم يعني. خالد بيبو راهن السنه دي على دمج الفرق، وكانت خطوه مهمه جدا. موضوع صعب، خطوه يعني سلاح ذو حدين. دمج الفرق، لعيبه هتمشي، لعيبه ممكن كويسه، لكن عملتوها بمهنيه وباحترافيه كبيره. طبعا الموضوع ده كان صعب. يعني الموضوع كان صعب جدا، ان انت برضو يعني انا يمكن مستر مايكل يعني كنا قاعدين لفتره طويله قوي، لان كنا يعني كان عندنا احساس ان كل الاولاد اللي موجودين دول لو في حد في اي حاجه كنا بنستنى. يعني الموضوع طبعا يعني كنا بنعمله زي الدكاتره كده. يعني طبعا كل الامور الفنيه بصراحه كانت مع مستر مايكل ومع المديرين الفنيين، وعملنا كل المدير الفني خد الفرقه بتاعته واختار اللعيبه اللي هو عايزها مع مستر مايكل. انا بصراحه بمنتهى الامانه يعني احنا خدنا التوجه ان احنا نمشي كده، لان بمنتهى الامانه ما ينفعش يبقى لعيب النادي الاهلي يقعد يلعب خمس ماتشات في السنه وكلهم ماتشات مع فرق اكاديميات، ويبقى عنده 18 و20 سنه وبيلعب لسه ماتشات في الاكاديميات. فقلنا لا، في السن الكبير ده لازم ان هو بعد ال 17 سنه خلاص يلعب كله في المنافسات القويه عشان اقدر اقيمه. انما يبقى لعيب قاعد في النادي يقعد 7-8 سنين في النادي ما لعبش ماتش جمهوريه مثلا، يعني كان صعب انه يستمر. فكان صعب جدا يستمر. فكان التوجه ان احنا لا نركز مع اللعيبه، الدمج ده كان هيفيد النادي بشكل كويس، وشفت النتيجه. طبعا ابتدينا على الاقل قدرت تصرف كويس على اللعيبه اللي موجوده، تغذيه وملاعب وملابس وعلى المدربين لا يعني. وقدرت تشوف اللعيبه اللي عندك. طبعا اللعيبه اللي عندك ابتدى يشوف الزحمه اللي كانت موجوده، المباريات اللي هي كانت على طول ماتشات يعني انا هستفيد ايه كنادي ان انا اكسب 15 و17 ماتشات كلها ملهاش لازمه بالنسبه لي. خلاص عملنا الدمج واخترنا مديرين فنيين، اخترنا طبعا مدير فني من مدرسه مختلفه عشان نقدر نشتغل بشكل كويس جدا، ونشوف شوف الدنيا فيها ايه بره. وعملنا زي شكل هرمي كده، كل فرقه المفروض يبقى فيها عددها كام، وهو اللي عمل كل الكلام ده. وقعدنا مع المدير الفنيين وابتدينا نحط الاعداد المناسبه لكل فريق، وابتدى بقى نعرف عمليه التصفيه. خدنا وقتنا فيها بشكل براحتنا، وادينا حريه للمدير الفني انه يختار، وعملنا لجنه ان هي تختار اللعيبه. وبصراحه انا عشان ما ابقاش كداب يعني اقول الكلام ده، مش بتهرب من اي مسؤوليه، الادوار الفنيه كلها كانت للمديرين الفنيين يعني. ما كانش في تدخل، وهو ده نظامنا جوه النادي. عجبني قوي النظام يعني. كابتن خالد بيه مدير قطاع الناشئين مختص بالامور الاداريه، بيوفر كل اللي يحتاجه مستر مايكل وكل المديرين الفنيين وكل اللاعبين كمان. فعجبني قوي التنسيق والنظام اللي حصل السنه دي. لا هو هي الفكره، انا احنا جايبين مدير فني خبير، مش جايبين مدير فني يعني اي مدير فني يعني، مش لا جايبين مدير فني عنده خبرات كبيره قوي، واشتغل في الحته دي كتير، فهو يقدر يفيدنا. عملنا الشكل الهرمي وابتدينا نشتغل عليه، وده شغله، هو شغله وشغله مع مدير الفنيين يعني. الناس اختارت اللعيبه وحسب وجهه نظرها، وعايز برضه عشان نبقى واضحين،
كره في العالم كله هي وجهه نظر. يعني انا اللي انا شايفه كويس ممكن انت ما تشوفه، ممكن حد تاني يشوفه مش كويس، ممكن حد تاني يشوفه لا ده سوبر، فكل واحد بيشوف. بس هو المسؤول ساعتها، المسؤول الفني هو اللي بيختار اللعيبه، هو اللي بيشوف الامكانيات ايه وايه اللي النادي محتاجه وايه اللي هو ممكن يتطور، حاجات طبعا كثيره جدا. فطبعا كل الشغل الفني انا بساعدهم وبوفر لهم مكان. طبعا انا ومايكل بنتكلم كتير، هو دايما يقول لي لازم تخش معانا في بس انا بحب ان هم يشتغلوا واديهم الحريه ويبقى مرتاحين في الشغل، وانا بوفر لهم كل الامكانيات المتاحه عشان يشتغلوا. لا احنا ما شاء الله السنه دي يعني تابعنا 2001 فريق محترم وكمان اداء محترم، وكمان جدول بتاع المسابقه اللي هنعرضه لحضراتكم دلوقتي، ترتيب المسابقه زي ما احنا شايفين دلوقتي الاهلي وهو في الصداره بيلعب 8 مباريات في التصفيات النهائيه في دوري صعب جدا، بيفوز 6 مباريات، بيتعادل في مباراه، هزيمه مباراه وحيده، وشخصيه البطل بعد ما يهزم في مباراه انه ازاي يقوم ويستعيد الصداره مره ثانيه. ودي كانت اول مباراه، وكانت اول مباراه كمان في التصفيات النهائيه، اول مباراه في التصفيات النهائيه، واحنا كنا اول يعني كنا اول طالعين اول واول مباراه في التصفيات، اول المشوار، اول مشوار ومباراه على ملعبك يعني، وكنا بنلعب بسيراميكا على ملعبنا وخسرنا. بس مش عايز اقول لك المباراه دي فادتنا وفادت الواد ازاي وفادت الجهاز الفني، عملت الشده بتاعت اللعيبه بصراحه. سيد غريب مدرب من عنده خبرات كبيره جدا جدا وانا بشكره تاني مع مايكل، لان كل ما بنحتاجه في اي مكان في النادي احنا بس انا النقطه دي عايز اتكلم فيها، انا عارف ان وقتنا جري بس احنا السنه دي مستر مايكل بدأنا من اول المعسكر، طبعا في تفاصيل كتيره ممكن نقولها بس انا مش عايز عشان الوقت يعني. من اول المعسكر وهو بيدي كميه شغل للمدربين كتير جدا. لما حصل مايكل لما كميه شغل كتير جدا على تفاصيل صغيره في كل حاجه. فلما جينا في نص الموسم وخرج من عندنا ياسر رضوان كابتن ياسر طبعا بتمنى له التوفيق، ما حصلش دروب، الدنيا فضلت بدل في سيستم ونظام الدنيا، لان احنا كنا ماشيين بسيستم على كل الناس. كل الناس اخذه نفس الشغل، كل الناس اخذه وكل المدربين شايفين كل الفرق. وهو كان يعني عملنا حاجه في اول السنه وهو كان ذكي جدا فيها بصراحه. كان بيخلي كل الفرقتين القريبين مع بعض يتمرنوا في نفس التوقيت، يلعبوا ماتشات مع بعض، المدربين يعرفوا بعض، اللعبه تعرف بعض، يلعبوا ماتشات، المدربين يلعبوا مع بعض الماتشات. فكل الكلام ده حصل ألفة ما بين المدربين ما بين اللعيبه، فبقى كل الناس شايفه بعض. حتى لما جينا السنه دي بنحتاج من لعيبه تتصعد للفرق الاكبر ما بيبقاش في مشكله، ما بتقعدش تشرح له هيعمل ايه في الكلام ده، لا كله اخذ نفس المدرسه. فلما اضطرينا ان احنا سيد غريب ان احنا ننقله لفرقه 2001 ما خدش وقت، على طول دخل وكمل الشغل، ان هو كمان هو عنده الخبرات دي. خلي بالك من القرارات المهمه وبتبين ازاي في إدارة حكيمة بتدير قطاع الناشئين في القرارات. ما دخلناش حد جديد على الفرقة يعني، لأن هو كان الراجل بيقول لك ظبط مدي وقت طويل قوي فما كانش عايز يدخل حد تاني جديد على الفرقة. اتفضل مستر مايكل. دي المحاضرات وبداية فترة الإعداد، ومستر مايكل وهو بيحضر اللاعبين كلها بين خبراته وكمان بين خبراته للمدربين، واستفاد منها اللاعبين والمدربين بشكل كبير. Trenér v mládežnickém sektoru nebo v juniorském sektoru je v podstatě učitel. Protože vlastně musí navazovat a postupovat krok za krokem. طبعا زي ما انا قلت ان مدربين قطاع الناشئين دول زي المعلمين، وكل كل مدرب فرقه معينه في قطاع الناشئين بيعتبر كمعلم في مرحله تعليميه معينه يعني. كل مدرب لازم يكون شغله مرتبط بالمدرب اللي قبله زي المدرسه كده. Proto je velmi důležitý, když jsem tam viděl tu tabulku a tam byla ta jedna prohra a pak výhry většinou nebo jedna remíza, tak my si musíme uvědomit, že nikdo nerad prohrá. Každý nikdo nemá rád jako prohry. Ale ta jedna prohra těm hráčům přinesla tak obrovskou zkušenost, tak jak to popisoval Chali. Zde jsme hned šovně fik gadoval dvát, lem kan tamam mačatu hazíma wahda u ta'adul wahed. فالهزيمة الواحدة دي زي ما قال الكابتن خالد بيبو دي اديتهم يعني دافع كبير وتعلموا منها كتير عشان بعد كده يكسبوا. Tak proto chci poprosit ty všechny lidi, co mají rádi klub,
tak ať jsou trpěliví. Občas se stane, že některý mladý tým prostě ztratí, ale tím obrovský moc získá. Fana bardo bطلب من كل محبي النادي الاهلي ومشجعينه ان يعني ان يكونوا صبورين برضو على الفرق، ان الخساره دي يعني من الكره فيها خساره، بس لازم يصبروا على الفرقه عشان الفرقه بتتعلم من الخساره دي بكده بتحقق المكاسب المرجوه يعني. انا سمس اشتي نبياجريل прямо к тем два единичкам. Vlastně jsem přímo k tomu týmu se nevyjádřil. لغايه دلوقتي انا ما اتكلمتش في 2001 بالخصوص، فانا عايز اتكلم في 2001. انا عايز بقى منه اخيرا كلمه من مستر مايكل لفريق 2001 ولاعيبه 2001. سيرجيك نيشكو بيهراتشوم دواسي سيدنا تيمو دواسي سيدنا. Tak. Mně se moc líbí, jak vždycky mluvíme, že jsme rodina. A pro nás, pro mě a pro Chalit jsou vlastně všichni hráči v sektoru jako děti. Yani اكثر حاجه بتعجبني ان الاهلي بيتعامل كاسره واحده، وبالنسبه لكل اللعيبه لي وليا وللكابتن خالد بيبو يعني بالنسبه لنا هم يعتبر اولادنا صغيرين. Ale pro mě už navždy až do konce mého života budou 2001 a 2002 první mužstvo, ke kterému jsem byl nejblíž a se kterým jsme vyhráli titul. بس بالنسبة لي من دلوقتي لطول حياتي فرقة 2001 و2002 لما حصل الدمج يعني بالأخص دي أكثر فرقة أنا كنت قريب منها ومبسوط بيها وأكثر فرقة وأول فرقة فرحتنا وخدت البطولة. فدي حاجة صعب إن أنا أنساها، الفرقة دي صعب إن أنا أنساها طول حياتي.